بعد نجاح حفل بلاك بينك الأخير في باريس، عادت كولا من جيني وجيسو إلى كوريا الجنوبية. ففي صباح يوم الاثنين زارت كولا من جيني وجيسو في مطار نيتشون الدولي وسط ترحيب حار من المعجبين والمراسلين. على الرغم من أن جيسو وجيني كانوا يرتدون ملابس بسيطة جدا وبدون مكياج إلا أنهم كانوا مدهشين كالعادة. وأيضا على الرغم من أن جيسو كانت متعبة جدا إلا أنها تفاعلت بكل حب مع المعجبين. وهناك مقطع انتشر لرد فعل جيسو في المطار وهي مندهشة جدا بعد أن شاهدت معجبة تحمل جريب هاتف كبير جدا على شكل صورة جيسو وهي طفلة صغيرة. أني أني وأيضا تفاعلت جيني بكل حب مع المعجبين. ففي مشهد جميل جدا كان هناك طفل صغير يحاول قول مرحبا لجيني، وأخيرا نجح في لفت انتباه جيني التي انحنت له وقالت له مرحبا. ليس ذلك فقط، فبمجرد خروج جيني من المطار تجمع حولها الفان من جميع الأعمار، وقد انتبه المعجبين لوجود سيدة مسنة تحمل لافتة كبيرة من أجل جيني. وكان من الواضح أن تلك السيدة الكبيرة تريد فقط توقيع من جيني، ولكن لسوء الحظ منعها الحراس من الاقتراب لدواعي أمنية. ولكن مرة واحدة انتبهت جيني لأن الحارس كان يحاول إبعاد تلك السيدة، لذلك عربت جيني عن أسفها بسرعة واستمرت في سؤال السيدة بصدق عن ما يجب أن تفعله لكي تعوضها عن ما حدث. وفي النهاية تلك السيدة الكبيرة لم تكن تريد سوى توقيع من جيني. وعلى الجانب الآخر لم تعود كل من روزي وليسا إلى كوريا، بل هم حاليا متواجدين في باريس. ففي صباح اليوم شهدت روزي تتناول الغداء في مطعم كوري مشهور في باريس، وعلى الرغم من أنها كانت تستمتع بوقتها مع والدها إلا أنها توقفت للتوقيع للمعجبين الذين كانوا في انتظارها. ومن المتوقع أن روزي حاليا ستظل متواجدة في باريس لعدة أيام أخرى من أجل جدول عملها المتعلق بعلامة سان لوران. فقبل ذلك حضر عدد كبير من موظفي علامة سان لوران حفل بلاك بينك في باريس فقط من أجل دعم روزي، وحاليا لا يزال هناك 10 أيام متبقية حتى حفل فيتنام. ولا تنسى الاشتراك في قناتي من أجل معرفة المزيد عن أخبار بلاك بينك. أراكم في المرة القادمة.